السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم مصطفى ماجد حميد طالب مرحلة رابعة من جامعة بغداد كلية الطب. اليوم إن شاء الله حنقدم لكم شلون تاخذون هيستوري، طريقة عم تاخذون هيستوري مضبوط. هذا الفيديو طبعا مقدم لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب المرحلة الرابعة اللي يريدون يبدون يتعلمون هيستوري أو اللي تعلموا بس يريدون يعدلون طريقة تعليمهم. طبعا هذا حكي كله راح احكي لازم اذكر الريفرنس مالته، هو دكتور رباح هياب اللي هو اسيستنت بروفيسور فيزيشن اند جاسترونتولوجي ساعد بغداد كاستي، وايضا هم ماخوذ من دكتور علي سعد علي علاوي. طبعا باعوا انتم لما تطبون على المريض تجون تاخذون الهستري مالته، البشر انواع وكل من عنده اسلوبه لما ياخذ الهستري من المريض، تعرفون مو كل اساليبنا صح، تاخذ الهستري وتشوفه في شيء كل صحيح كلش مضبوط، بس ما راح يشوفك الدكتور ما راح يقيمك عدل او يشوف بي عندك ديفكت، فاي شيء ناخذها بهازاردلي ما راح يصير شيء مضبوط 100%. فعمون نجنب هاي الشغله لازم نحط رولز او قواعد نمشي عليها، فاذا حطينا هاي القواعد مشينا عليها حناخذ شيء انكريدبل بحيث حيفيدنا كلش بالتشخيص وعمود اكزامينيشن الخطوه اللي ورا الهستري والانفستيجيشن. اول شيء انا بعرف هذا الفيديو راح احكي بس على تشيف كومبلين وراح احكي على البريزنت النس، اما الباقي فهو اي واحد يقدر يسوي مو فد شيء صعب وما يحتاج فد تفكير او موهبه. نبدي بالتشيف كومبلين. تشيف كومبلين احتاج بي بينكم شغلتين، اول شيء ديوريشن، تقول لي ايش صار له، مثلا 5 دايز ديوريشن اوف كاف، 3 مانث ديوريشن اوف فاتيك، اهم شيء ديوريشن بي هذا اللي احتاجه. ثاني شيء احتاج التشيف كومبلين لازم ما تصير كلمه او كلمتين، ما اريد هذا الشيء يزيد عن هذا، يعني كل ما يزيد اما ما راح اعتبر شيء، يعني هذا ضمن حكي ضمن بريزنت النس وهاي الدكاتره راح يحفظون من عندك وما راح يتقبلون من عندك. فانت كل ما تسوي اقل لي كلمه كلمتين كل ما راح يصير احسن، يعني مثلا 3 days duration of bloody cough يعني مثلا او هو مريض مبادئ لما تحكي وياه شي يقول لك، يقول لك اكثر من كومبلين، انا جيت بطني توجعني وجيت اسهال وراسي وجعني، فانت تحاول تركز انه يا من ذني الصفات اللي جابتها المستشفى بالضبط، يعني مو كل تعددهن تحاول وتنوبات توازن وتعددهن، بس تحاول قد ما تقدر تحط بس واحده او مو بس هاي. ونوبات المريض لما يحكي لك اثناء البريزنت انا لما نكمل هيستوري حيتحط يتضح لك اصلا انه هاي قال لك يا بتشيف كومبلين هو فتشي يعني كان كذب او هو مو قصدي يقول لك اياه، فمن بريزنت انا حيطلع لك فتشيف كومبلين جديد، فهي مشكله اللي ممكن تواجهكم بتشيف كومبلين. هسه نبدي بال هيستوري اوف بريزنت النس، اول شيء هاي الرولز اللي راح نمشي عليها ان شاء الله. اول شيء عندنا تايم ريليشن شيب، تسلسل احداث الامراض. طبعا سواء اي واحده من اللي جاي اخذ هيستري اي واحد اقدر اجيبه واقول له اخذ هيستري حيعدل اللي قال عنده نوزيا وعنده فومتنج وديارة وهكذا، بس اذا سويت تسلسل احداث من اول ما بدا المرض لحد ما هسه هو بالمستشفى حيصير في شيء خرافي، وخاصه بالطب كلش راح تفيدنا هاي النقطه لان اكو هواي امراض ممكن تشخص بهذا الشيء. على سبيل المثال عندكم مرض الهيباتايتس اي، هذا المرض يبدي شلون يبدي بالادلتس، يبدي عندك نوزيا وفومتنج وفتيق ويعني ودياريا ورا ذني يختفي ذني السيمتومز، يجي عندك راسا الجوندس يطلع، فهاي كلش راح تفيدنا، مو بس هاي اكو هواي امراض ضخ هم راح تفيدنا بهاي النقطه، فركزوا كلش على هاي النقطه. ثاني شيء details of the symptoms، كل عرض تذكره بالبريزنت النس اريد منك تفاصيله. pain لما يقول لك وجع تذكر لي بالضبط الصفات مال الوجع شنو هي اللي حذكرها بالسلايد اللي ورا. قال لك دياريه، الدياريه تذكر ايش وقت يجي ورا الاكل قبل الاكل، بي بلاد شنو لونه كميته كونسيستنسي مالته شنو، فكل شيء تذكره لما تعرفون الطب في شيء واسع. انت كل ما لما قلت لي دياريه مثلا بي بلاد حتوديني عن مرض لا يختلف عنه اذا الدياريه ووتري وما بي ما بي بلاد او، فكل شيء راح تفيدنا هاي النقطه وكل سمتات مثل ما قلت لكم لازم تذكروها. هاي بين من اي بين ذكر يقول لك راسي وجعني صدري وجعني رجلي وجعني، كل لا لازم كل بريزنت انا صدم من هاي النقاط اللي هي المكان مالته وين وبالضبط يقول لك ايش لك بصبعه وشون بدي عندك فجاه لو جراديوال اونست مثل اما تبدي فجاه يعني عندكم الكاركتر شلون تحسه، واحد يقول لك تضغطني واحد ينغزني يعني خليه هو يحكي لك تعطي اقتراحات. راديشن مثل ما تعرفون مثلا بالام اي حيروح للكتف والجو ويعني وين يروح الالم. اسوشيت سيمتون مثلا المايوكارديال انفكشن حسب بها مثلا فوميتنج ونوزيا وهيجي. تايمينج كورس هل هو يروح ويجي لو فشي مستمر
مثل مثلا انجاينا يروح يجي مو فد شيء مستمر. الاكزاسربيتنج فاكتور الايزا خطا فاكزاسربيتنج فاكتور شنو الشيء اللي زيد المرض مالته، يعني مثلا الالسر جاستريك الالسر زيد لما تاكل فد شيء حامض يعني، والسيفيريتي اللي حتفيدك مثلا السيفيريتي مالته 9 من 10 مو مثل السيفيريتي مالته، يعني جاك عندك واحد تشست بين والسيفيريتي مالته 9 من 10 يعني مور لايك فد بلموناري امبوليزم او فد ام اي، جا واحد 4 من 10 فكر مثلا نيومونيا يعني مثلا. نقطه ثالثه concentrate on the dominant system بالبريزنت illness، حاول تحكي لي على نظام واحد بالجسم اللي هو related to the chief complaint. لا تفركس على سيستم وسيستم، فهذا راح تيه وراح تستر ما تكحسر محل ومخربط. فانت مثلا اذا تشوف كومي مثلا عنده دياريا تقعد تحكي له على ال شكو سيمتوم ريليتد تو ذا جي اي تي سيستم، فوميتنج، ابدومينال بين، فيفر، ويت لوس، اذا يكون تذكر ليها بريزنت الناس. لا تحاول تفرع بين سيستم وسيستم. رجل لك مثلا هيديك تروح تحكي له على النيورولوجي، قال لك يعني بعد هو سي بي كاف تحكي على ريسبيراتوري، ممكن نوبات تطبق يعني نوبات تتوازى تطبق على سيستمين، بس تحاول تركز على النقطة. اومتش ريليفنت سيمتومز، اكو شغلات يقول لك اياها المريض هي ما لها علاقة بالتشيف كومبلين او بريزنت النس، يعني هسه هو اجاك مثلا هيديك وبوني بين ما شنو وعنده ديزيوريا، يعني تشيف كومبلين بريزنت النس هو واحد عن ما هو قال لك عليه يعني، وديزيوريا ما شي علاقة، انا مو اللي اجيبه اذكرها حتوديني حتخربط الهستري مالتي وحتخربط المستمع من عندي ايش تقصد بالمرض مالتك. فيجي سوالف ابعدها مثلا، يعني مثلا عنده ليك بين وهو مثلا عنده جوندس مثلا، يعني مو في كل تذكره بالشكو يقول لك يا المريض تذكره بالبريزنس، لا اذكر الشغلات اللي ريليتد. خمسه ماشي ذا ريليفنت نيجاتيف، تعرفون الطب واسع ومد داخل واحد ويا الاخر، خاصه الكارديو ريسبيراتوري سيستم، فانتو اذا تلغي لي فد عرض معين من البريزنت انلس ممكن حتوديكي غير شيء. مثلا بالريسبيراتوري سيستم ذير از كاف بت ذير از نو ويزينج، يعني مثلا هاي مثلا شوية بعدك عن الأسماء، يعني مثلا على سبيل المثال there is cough mucus أو أي يعني في سبيوتم but there is no orthopnea، يعني شوية بعدك عن الكارديو، يعني أغلب الصفات تذكروها هنا من ضمن أنتوا مو review review of systems، كل system بي صفات symptoms معينة تنسأل عليها. فذن السيمتومز إذا واحدة مو موجودة من ضمن الدومينانت سيستم اللي تحكون عليه، إذا واحدة مو موجودة من عندهن تذكروها. جي اي تي عنده دياريا وعنده فوميتنج بس ما عنده ابدومينال بين، هيك يعني ذن شغلات هم كلش راح تبعد لك عن أمراض، يعني مثل ما النقطة دي حكيناها فلازم تذكروها كلش تركزون عليها. أفويد جارجون، لا تعلق بالبريزنت انلس، يقول لك المريض كتبه بس تحاول تفسر انت، مثلا هذا صار عنده اسهال دياريا وفور 2 دايز لانه راح تكتب لسه لانه راح المطعم واكل منه، لا ما تفيدك شيء هذا الشيء، ما راح تقبل من عندك لان انت ما تعرف شيء اصلا. النقطه السابعه هاي جماليه الهستري مالتك، عم يصير هستري كلش حلو، دائما ابدي كيس ما البرزنتيشن مالتك ريليفنت ريسك فاكتور، يعني وخاصه ديزيزز كرونيك ديزيزز مثلا ديابيتس هايبرثايرويديزم مثلا هايبرتنشن، هذا كلش راح تفيدك عم تصير عندك بريزنت انلس فشي خرافي. مثلا ذيس ادياجنوز وعندك مصطلحات تقدر تبدي بيها، مثلا دياجنوز ناون ليبلد حسب التدريج مال المعرفه مال المرض، مثلا دياجنوز مكتوب بالطبله ويعرفوه يعني من زمان ودي ياخذ علاج عليه او شيء، ليبلد يعني مثلا اللي انصى درجه اللي هم مثلا هم سامعين عليه او يقولون عليه بس فشي ما مؤكد يعني. فمثلا تبدون الكيس مالكم ذيس ادياجنوز كيس اوف diabetes mellitus أو known case of hypertension، طبعا related لبريزنت النس مالتك، يعني مثلا جاك واحد يتفكر عنده headache يتفكر عنده stroke تقول انه تفكر انه هذا عنده diabetes وعنده hypertension، يعني كل شيء راح توصلك للسيمتوم للهستري يعني في شيء، لان تعرفون risk factors هي اهم شيء بالميديسين، فاذا تذكرها يعني طبعا مو الا مرض، يعني مثلا تروما مثلا عنده تروما واثرت لك فسوت لك دي فينس ترومبوزز يعني وهكذا، يعني حسب انت من تاخذ الهستري حتبين عندك هاي السالفه. جيبي الشرح، احب انصح طلاب المرحله الثالثه انه او طلاب المرحله الخامسه والسادسه او اطباء ينزلون هذا التطبيق، لان كلش راح يفيد من ناحيه انه تتدرب تاخذ هيستوري، من ناحيه انه تشخص الحالات، تطور معلوماتك الطبيه، فهذا التطبيق كلش راح كلش يفيد، وهو فري وبي شراء بس ما يحتاج، يعني تبقى عليه فري كلش راح يفيدك، فانصح ببدايه تنزلوه، وهذا المثال راح اشرحه من ماخذ من عنده. زين خلينا نجي هسه ناخذ اكزامبل مالتنا، meet your patient اسمها سارة بروكس، ورا ما اخذنا السوشيال ديموغرافيك ستيتس مالتها
نجي نساعد شيف كومبلين، شلون نسالها؟ ساره كان عندك اول ما جيتي المستشفى او العياده او حسب مكان كان عندك اول ما جيتي او هسه ايش عندك حسب انت الميتنج مالتك وياها؟ فايش قالت لك هي؟ قالت لك constipation and bloating، يعني قبض وغازات. زين هسه لازم هسه داريد اخذ شيف كومبلين. شيف كومبلين شلون راح اخذه؟ لازم نتذكر قاعده مالتنا احنا شو نريد من عندها، الديوريشن وكلمه او كلمتين من الشيف كومبلين او اكثر حسب يعني. فهسه قلت لك هي الشيف كومبلين مالتها، فاريد انا اخذ الديوريشن ايش قد. ف ورا ما سالناها ايش قد صار للقبض هذا، قالت لك هي nearly half a year وبلوتينج هم 5 مانث، يعني تقريبا نفس الفتره الثنائي تقريبا 3-6 مانث، يعني ثلاث جو سوا. فانا اخذت الديوريشن. زين هسه كلمه او الكلمتين مال الشيف كومبلين حناخذها اللي هي مثل ما راح يصير هسه هنا. chief complaint راح يصير 6 month duration of infrequent defecation and bloating. ليش سويتي constipation infrequent defecation بالchief complaint وبالpresent illness؟ ممنوع تستخدم medical language، لازم as the patient said، مثل ما يقول لك المريض تكتبها، يعني ما يستخدم diarrhea او constipation عن الصحة الطبية، ترجمها للمعنى مالتها الاصلي. فالconstipation هي صارت infrequent defecation and bloating. فهاي chief complaint، طبعا هاي تعتبر complaint واحد يعني كلمة واحدة، يعني صار عندي كلمتين هنا وduration. هاي ضبطت chief complaint مالي، duration وكلمة او كلمتين، خلاص هسا chief complaint كلش حلو. زين هسا نبدي برا ناخذ على present illness. هنا انا هاي اعراض مال constipation bloating، وين توديني؟ توديني على الجي اي تي سيستم. فاين لو ارجع القاعده من بريزنت الناس ان كونستريت اون ذا دومينانت سيستم، يا هو دومينانت سيستم الثاني عندي جي اي تي سيستم، فاين راح اخذ من البيشنت هو الجي اي تي هيستوري. اوكي فنبدي ناخذ من الجاسترو انتستينال هيستوري نسعى السيمتوم مالته. فانا شو راح اسوي هسه بالجاسترو انتستينال هيستوري؟ اول شيء اسال ديتيلز اوف ذا سيمتوم، مثل ما قلنا بالقاعده بريزنت الناس بالفيديو السابق الديتيلز كل سيمتوم ذكرت لي. هسه انا عندي constipation bloating، لازم اذكر الصفات مالته شنو ديتيلد. وشغله ثانيه اذكر الريليفنت نيجاتيف، يعني الشغلات اللي ضمن الجاسترونتستينال هيستوري بس ما ذكر ليها البيشنت، او سالت عليها يعني ما سالت عليها يقول لا ما عندي. زين هسه الهيستوري مالته الديتيلز اوف سيمتومز constipation ايش قال لي؟ تايم التوقيت مالته continuous و 2 times per week، consistency of stool lumpy associated with the sensation of an erectile obstruction. هاي راح تيجي بريزنت الناس ديتيلد اوف ذا سيمتومز. البلوتينج ما قال لي عليه شيء بس الديوريشن انا كاتبه. زين هسه انا براها اسال على الفومتينج الاسوشيت الريليفنت نيجاتيف، اسال على بقيه السيمتوم يعني اللي ما ذكر لي اياها اللي هي ابدومينال بين، فومتينج، ابدومينال ديستنشن، اسال عليهم. هو حيجاوبني هنا يعني هسه بالتطبيق هذا راح يقول لي لا يعني. فهي ذكرت شغلتين. زين هسه احنا خلصنا تقريبا خلصنا بريزنت الناس، بس ذكرنا انه الريليفنت نيجاتيف كونستريت اون ذا دومينانت سيستم، ها والتايم ريليشن شيب هنا اللي قاعده الاولى اللي ذكرت لكم اياها بالفيديو السابق هنا ما احتاجها، هنا ما عندي في التسلسل الاحداث، هنا هي 6 شهور صار البوتينج اند كونستيبيشن، يعني ماكو حدث سبق حدث، فجينيثياس بنفس الوقت. زين هسه خلصنا بس الناس، بس تذكروا القاعده السابعه اللي قلت لكم هي جماليه على الهيستوري، او مو بالجمال يعطيك اهميه كلش الهيستوري اللي هي نضيف ريسك فاكتور بقاعده مالتك. فالريسك فاكتور منين تجيبه؟ الريسك فاكتور تجيبه من الامراض المزمنه اللي بيك، تسال على امراض مزمنه، تسال على اذا اكو تروما، تسال اذا اكو ياخذ دراج، تسال على كان عنده هوسبيتاليزيشن او سيرجري، ف او سوشيال هيستوري من سموكينج من الكحول. فسنه راح اسال ساره على السوشيال هيستوري. لما سالتها ايش طلع عندها انترافينوس دراج يوزج، يعني هذا هو بالطبع الانترافينوس دراج يوزج هذا بحده يعني حيوديك له امراض خاصه وكلش راح يفيدك بالدياجنوزز. فالريسك فاكتور مالتي انه تاخذ مورفين مرتين بالاسبوع لمده 6 شهور. اوكي هذا الريسك فاكتور انا راح فاس انا بالي لما قلت لي مورفين حربط المورفين بالكونستيبيشن، اكو ربط انه احتمال المورفين حيسوي كونستيبيشن يعني، فكلش راح تفيدني هاي الكيس يعني تقريبا شخصتها يعني اذا اذا تقار يعني اذا احنا قاري هاي المعلومه فكر اصلا راح نشخص انه يعني او يعني مو الا نشخص فد 100% او فتقينا في ريسك فاكتور عالي كلش انه هو مورفين هو اللي يسوي الكونستيبيشن.
وبعد ايش قال لي بالهيستوري انه عنده ديكريز ليبيدو اللي هو ديكريز سيكشوال ديزاير. زين هسه حكت انا بريزنت ناس خلصت بعد شلون راح اكتبه؟ نبدي هسه احنا بالريسك فاكتور اللي هي الواجهه مال هي طبعا مو دائما بكل الكيسات تلقوها بس هسه هاي الواجهه مالتي شلون راح اقول؟ A known case of morphine drug abuser for 6 months twice daily presented with 6 months duration of bloating and frequent defecation. إذن أنا ضفت المقدمة للهيستوري مالتي إنه ذكرت الريسك فاكتور اللي هي قاعدة السابعة مثل ما ذكرناها. هسه راح أحكي ديتيلز أوف سيمتومز اللي أخذتها which was continuous with days occurred two times per week and the stool was lumpy. This was associated with feeling of inertia obstruction. القاعدة الثانية اللي هي ديتيلز أوف سيمتوم relevant negative اللي هي قاعدة خامسة هم ذكرتها there is no abdominal pain vomiting abdominal distension and difficulty in swallowing اللي هي الصفات اللي بيجي IT system. ما عندي هذا الشيء. اوكي زين هسه قال لي هو decrease libido زين ليش ما ذكرت هاي بيرسونال illness؟ تذكروا القاعدة رقم 4 omit irrelevant symptom. طبعا هسه راح اشوف فيديو اكو ناس راح تعترض يقول لي انه هو مورفين لازم تذكرها. اوكي انا عن رايي نقولها نذكرها بالسيستميك سيستم ريفيو. هي ما لها علاقه بالجي اي تي سيستم. انا اجي اذكرها اذكرها بالسيستم ريفيو هي راح تفيدني مو ما راح تفيدني بس اذكرها بالسيستم ريفيو احسن مما هنا لان هي احتمال ريليتد تو المورفين يعني. فديسكريت ليبيدو الديكريز ليبيدو ما اذكرها هنا بالجي اي تي سيستم بالبريزنت اولنس اذكرها وين بالسيستميك ريفيو. هسه خلصنا البريزنت اولنس. هسه هذا البريزنت اولنس لو تقرا قدام اي دكتور اي واحد دكتور راح يقرا قبل راح يعطي ديفرنشال دياجنوزيس كلش راح يفيدك قبل حيوديه على الانفستيجيشن او الاكزامينيشن. فملاحظات عامه هسه احنا مو ذكرنا جي اي تي سيستم بالبريزنت اولنس لا تذكر اياه بعد بالسيستميك ريفيو. ها هي خلاص البريزنت اولنس بعدت عيده مره ثانيه. مثل ما لاحظتوا انه ما استخدم ميديكال لانجويج ممنوع تستخدمها انت هنا لانه مثل ما هو ما بده يقول لك تقعد تنقل. وملاحظة هم لوخ انه جنرال سيستم هم عندكم اللي هي فيفر ويت لوس ورايجرز وسويتنج هذين السوالف تقدرون تطبقوها ويا البريزنت اولنس. انا عن رايي انه اطبقها احسن لان انتم راح تواجهون انه امراض هواي مثلا ريليتد ريسبيراتوري تو كارديو مرتبطه بالبريزنت اولنس مالتك. فانا اذا يعني انا عن رايي انه تطبق كل البريزنت النص تضيف له جنرال سيستم. يعني انا اقدر البريزنت النص مالتي قبل شوي ذكرت اكتب بالاخير there is no fever there is no rigor there is no sweating وهكذا هم راح تفيد كل شويه وطلع لي يسوي لي اكسكلوجن هواي ديزيزز. هاي طبعا خلصت وياكم ان شاء الله استفاديتوا وشكرا. وتذكروا انه ترى الهيستوري هو 80% ميديسن اكزامينيشن انفستيجيشن باقي عليه 20%. فخلصت اني وان شاء الله على الفيديو الثاني اذا بقينا طيبين ان شاء الله نسوي فيديو عن كوميونيكيشن وذ البيشنت العراقي بالخاص يعني. وشكرا جزيلا.